السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط. درسنا لهذا اليوم تطبيقات أخرى على مبرهنة فيثاغورس. الفكرة من هذا الموضوع الأخرى هي إيجاد طول الضلع الثالث إذا علم طول ضلعين في المثلث. هنا نعتبر أكبر الضلع يمثل عندنا الوتر، والضلع الآخر الأصغر هو أحد الضلعين القائمين، والمطلوب من عندنا إيجاد طول الضلع الثالث. فهنا التطبيقات الثانية على هذه المبرهنة هو إيجاد الحد المفقود. هاي الفكرة راح وين يتعرف عليها الطالب أيضا بالصف الثالث في موضوع التحليل. هنا لها علاقة بموضوع التحليل، الربط بين هذه المواضيع. فكرتنا هنا عندنا ضلعين معلومين راح أطبقهم بهذا الشكل SOL. نفرض الضلع الثالث يساوي لنا X. نفرض الضلع الثالث يساوي لنا X، مربعه يساوي لنا X تربيع. نجي لمبرهنة فيثاغورس. عندنا منو أكبر الأضلاع؟ عندنا هنا عندنا الضلع الأول X، نعتبر هسه معلوم. الضلع الثاني هو 8، والضلع الثالث هو 10. أكبر الأضلاع هو 10. رسلنا 10 تربيع، راح تمثل عندنا الوتر، تساوي لنا 8 تربيع زائد الاكس تربيع. مربع الوتر اكبر الاضلاع، على اعتبار ان الوتر معلوم هو مثل الرقم الاكبر، يساوي لنا 8 تربيع زائد الاكس تربيع. نكتب عليه مبرهنة فيثاغورس. مبرهنة فيثاغورس. نبسط هذا الناتج، يصير عندنا 100 تساوي لنا 64 زائد اكس تربيع. تبسيط. بعد انقل 64 للطرف الثاني، يصير 100 ناقصا 64 يساوي لنا الاكس تربيع. نقل وترتيب، نقل وترتيب. 100 يروح من 64 يصير عندنا 36 يساوي لنا الاكس تربيع. تبسيط ثاني. بعد جذر تربيع للطرفين، جذر تربيع للطرف الايمن والطرف الايسر. الايسر في الجل اللي هو هذا 36، والايمن هو اللي هو الاكس تربيع. التربيع مع الجذر احصل اكس، ومنها نحصل العدد 6. طول الضلع الثالث لمثلث، فمن نكتب القيم السالبة فقط القيمة الموجبة 6 سنتيمتر. ومثلا طول الضلع الثالث، هذه الفكرة الثانية في هذا الموضوع. إذا نفرض الضلع الثالث، نربع الضلع الآخر، مبرهنة فيثاغورس. نكتب النص مربع الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعين القائمين. نبسط هذا الناتج اللي مثل عندنا الأسس، نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في طرف آخر، نقل وترتيب. أيضا يمكن حل السؤال بطريقة الفرق بين مربعين، بس هنا المبرهنة أفضل. نأخذ جذر تربيع للطرفين، ونحصل على قيمة واحدة تمثل عندنا طول الضلع الثالث في هذا الموضوع، أي النتائج السالبة تهمل هنا ما نكتبها. هذا بالنسبة للمثال الأول. ننتقل للمثال الثاني بنفس الفكرة. الحل، الضلع المعلوم الأول هنا 12 مثل عندنا أكبر الأضلاع، الضلع الثاني 6، الضلع الثالث مجهول. نفرض الضلع الثالث يساوي لنا إكس. نفرض الضلع الثالث يساوي لنا X، مربعه X تربيع. أكبر الأضلاع هو 12، إذن مربع 12 مربع الضلع الأول القائم هو 6 تربيع زائدا الاكس تربيع ضلع القائم الاخر فيثاغورس.
نبسط هذا الناتج صار عندنا 144 ستة تربيع 36 زائدا الاكس تربيع. هنا بعد الفرضية ومربعات الضلع نكتب المبرهنة، نبسط الناتج، نقل وترتيب للطرف الثاني، أنقل العدد 36 للطرف الآخر، أحصل الجزء التالي 144 ناقصا 36 يساوي لنا الإكس تربيع. عملية طرح نعم 4 يروح 6 ما تصير، ناخذ 1 14 6 8 3 يروح 3 0 1 يساوي لنا الإكس تربيع. جذر تربيع للطرفين، أصل الجذر التربيع للعدد 108 يساوي أن الجذر التربيع للإكس تربيع. التربيع مع الجذر أحصل من عندها إكس تساوي جذر 108، أحلل العدد 108 إلى العوامل الأولية على 2 54 على 2 27 على 3 بها 9 على 3 بها 3 على 3 بها 1، من كل 2 ناخذ 1، هذا العدد يبقى تحت الجذر. عندنا 2 في هنا 2 في 3 6 جذر 3. هذا الناتج بهذا الشكل، لاحظ بهذا الترتيب 2 من كل 2 ناخذ 1، من كل 2 ناخذ 1 ايضا، 2 في 3 6 جذر 3. مربع هذا الناتج ذا الربع يصير 36 في 3 ناتج حتى يحصل عدد 108. هذا بالنسبة للضلع الاخر. ننتقل للضلع الثالث في المثال، اختار هذا المثال، نفرض الضلع الثالث، لاحظ فكرة الموضوع مكررة أيضا، نفرض الضلع الثالث يساوي لنا إكس مربعه يساوي لنا إكس تربيع، أكبر الأضلاع هو التسعة، 9 تربيع، طالب كتب اكس تربيع زائد الضلع الاخر التقديم وتأخير 6 تربيع. هنا سردنا مربع 9 81 اكس تربيع زائد 36، نقل للطرف الثاني 81 ناقصا 36 يساوي لنا الاكس تربيع بهذا الشكل. هذه الفكرة الثانية. عملية الطرح 1 يروح 6 ما يصير 11 يروح 6 5 7 يروح 3 هنا 4 يساوي لنا اكس تربيع. بعد جذر تربيع للطرفين التربيع مع الجذر حصل عدد اكس يساوي جذر 45. تحليل العدد إلى العوامل الأولية على 5 بها 9، طالب للسرعة يستخدم بهذا الشكل، الأفضل حسب الترتيب، راح الإكس يساوي لنا 3 جذر 5 سنتيمتر. يفضل كتابة الوحدات في هذا النوع من الأمثلة، لاحظ أمثلة مختلفة هنا ونتائج واحدة. أيضا مثال آخر على فكرة الجذر إذا كان موجود، قواعد الحل بالنسبة للمثال الآخر، نفرض الضلع الثالث إكس، نفرض الضلع الثالث يساوي إكس مربعه
فرضنا اكس تربيع اكبر الاضلاع هو جذر 13. جذر 13 تربيع يساوي لنا اكس تربيع زائد نظر المعلوم 2 تربيع. نعم 2 مع الجذر صار 13 يساوي لنا اكس تربيع زائدا 4. نقل للطرف الثاني 13 ناقصا 4 يساوي لنا اكس تربيع، ابسطها اكثر صار اكس تربيع يساوي لنا 13 9. هنا تستنتج ان الاكس يساوي لنا 3 سنتيمتر. طالب يكتب جذر تربيعي. بعض حالات الاختصار ايضا مطلوبه هنا ايضا في السؤال، الطالب يتعلم عليها بمرور الوقت، بس الافضل تطبق بهذا الشكل واستخدم عمليه التحليل. اما بالارقام البسيطه يمكن الحصول على نتائج سريعه. هذه فكره الموضوع وفائده مبرهنه فيثاغورس في ايجاد طول الضلع الثالث. هذه هنا فكره اولى في عمليات الاطوال المعلومه. هاي الفكرة أيضا تطبق وين؟ أيضا مرة ثانية في المقادير الجبرية، الربط بين المواضيع. الفكرة هنا مبرهنة فيثاغورس مبرهنة جدا مبسطة، لاحظوا تطبيقاتها كثيرة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.